بعته شويه، المهم الامور استقرت تمام. دلوقتي الخدمه متقدمه هنا وتوقيتات محدده، في حد بيجي الصبح ياخد القرارات بالطبع الساعه 12، واحد بعد 24، واحد بعد 48، واحد بعد اسبوع، واحد 15، تبقى للخدمه مؤقته. اللي دكتوره برضه يا فندم النظام هي السيستم هي اللي عاملاه، وهي دكتوره وفي يعني ما شاء الله عليها يعني. انا بس عايز التطوير ما غفلناش تطوير العاملين، يعني تطوير العاملين هم اهم حاجه بيقدم خدمه. عملنا لهم تدريب عن تكنولوجيا المعلومات، عملنا لهم تدريب كمان ازاي يقابلوا المواطن او العميل بيقدم الخدمه بشكل راضي. احنا عندنا فرقه في حاجه كده وراها، هم عايزين احنا بنساعد.